حق. يا استاذه ممكن تيجي؟ انا ممكن اقفل علينا الباب وتخلي الكلاينتس مقفول علينا الباب لو سمحتي. تعالي انا عايزه كمان الباشمهندس اللي قال لي دلوقتي ان في حاجه في الكاميرا. شوفي 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 حساسين عندك تحقيق؟ شوفي عندي تحقيق. شوفي عندي اتفضل اقعد. ما نقوم احنا فاضيين لك يعني ما نفهم. انا عايزه افهم ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل؟ في حاجه؟ هلا ما بعرف انت شو عم تحكي كده غريبه وحضرتك وحاجات وشك نو ضحكه مش غريبه هو ضحكني لا انا كنا بنهزر بس يعني قال لي نكتب هو ما له علاقه بالمين دول الاستاذ انس طب حضرتك قوم بالاغراض عشان نعمل محاضره استاذ انس ايه يا جماعه انا هنا مش انت مش جاي هنا مدرسه ولا جامعه تهزر وحضرتك هنا يعني لو انت متعوده بتعملي كده بره هنا ممنوع لا ده حق كان هزار يعني طب لو سمحت معلش ليش هيك معقد انت كومبلكس انا عارفه جدا على الازعاج انا كومبلكس معلش عنست فجننت نو ما تقولي لك بحبك انا بشرف فيك بلا هبا انا ما بقيتش بحبك صراحه والله اصلا ندمان على الجلسين اللي عملتهم طب ماشي يعني مش ما توصلوش الموضوع لكده عادي خلاص يعني مش مش قضيه يعني يعني انت عقد على فكره انت من انت بقيتي عقد ولا معرفتك علشان ده ما ينفعش حاجه بس كنا في طرقه فكان هزار يعني مش شربت ميه معدنيه لا ده ما كانش حاجه يعني ايه بس في ايه بس طب ايه لا 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 استني ايه دي بس ايه دي ممكن تدي اوعى ماشي طبعا بس خلاص طبيعي ايه يا فرجه علينا الناس طبيعي دي مش كده خلاص ايه ماشي اضربينا ماشي مدام يا مدام ما صار شيء روقي ما صار انت بعيدي عني طب ما صار شيء بس مفيش دعوه بدي افهمه ما في شيء ليه يا حبيبتي مفيش حاجه روحي اشربوا مي معدنيه سوا يا حبيبتي روقي صلاح ما يا مدام يا مدام جيبها يا مدام اوكي طب بس تفضلي لو سمحتي اوي خلاص تعي شوي يا حبيبتي ما عم بحكيكي انا مش عارفه اقول لك ايه الباب لو سمحتي امشي لو سمحتي امشي لو سمحتي يعني ايه في ايه لو سمحت انا عايزه امشي مش راضيني مش ايه اللي حصل يا فندم بس انا عايزه امشي انا هريحك اتفضلي معلش ممكن نخش اتفضلي اتفضلي يا فندم اتفضلي قدامي حاضر يا فندم ايه اللي حصل والله انا اللي عرفت يا دكتور بس انه هي جت هنا عشان اشوف وشها ولسه عامل لها الكشف الاستاذ والاستاذه جالي المهندس قال لي انه الكاميرات بتقول ان في فعل فاضح فانا طبعا حبيت اسيطر على الموقف ما قدرتش اعمل اي حاجه وبعدين والهانم متوتره جدا فانا نفسي ما تزعلش لسه ما قلتلهاش لا 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 يلا انت بنهزر بصي
بصي وانت بتحبيه قد كده ليه؟